في إطار تعزيز العرض الصحي خصوصاً خاص بالتكفل للمرضى كوفيد ودائماً في الخطوات استباقية لاحتواء أي تطور محتمل للحالة الوبائية بجهة سوس مسا وبشراكة مع مجلس الجهة وكذلك السلطات المحلية برئاسة السيد الوالي مشكورين على هذه البادرة، تم الإنشاء ديال مستشفى ميداني ثاني بطاقة استيعابية ديال 104 ديال الأسرة وكذلك تجهيزه بأحدث التجهيزات إضافة إلى ربطه بشبكة ديال الأكسجين خاصة به، كما تم تزويده على غرار المستشفى الميداني الأول بمكيفات ديال الهواء لكليماتيزور وكذلك معقمات للهواء والإكستراكتور ده وربطه حتى بمولد كهرباء في حالة الله يحفظ لما تم انقطاع ديال الكهرباء، وكذلك لكي تمر الأمور بسلاسة وفي ظروف حسنة تم تزويده ودعمه بأكثر من 48 إطار صحي بما فيهم ممرضين ومسعفين وكذلك مساعدين في العلاج في إطار تشاركي وتعاقدي بطبيعة الحال. والحمد لله اليوم تعرف الحالة الوبائية تحسنا طفيف بعض الشيء على مستوى جهة سوس مسا، ولكن هذا لا يمنع بأن خصنا دائما في الخطوات الاستباقية ديالنا نترقبوا ونتحسبوا لأي تطور مفاجئ لهذه الحالة الوبائية، وإلا لو لم يكن المستشفى الميداني الأول لما كان احتواء ديال هذه الأزمة اللي مرات هذه الأيام هذه مع ارتفاع عدد الحالات اللي أثر بطبيعة الحال على ارتفاع ديال الحالات الحرجة وبطبيعة الحال أعطانا حالات ديال الوفيات على غرار ما وقع على الصعيد الوطني. ولله الحمد ودائما الخطوات الاستباقية اللي قامت بها إدارة المستشفى والمديرية الجهوية الصحة بتنسيق مع لجنة اليقظة على رأسها السيد الوالي تم تزويد المستشفى الحسن الثاني بثلاثة ديال لي سيترن، يعني كانت عندنا في الأول وفي السابق مستشفى الحسن الثاني لم يكن يتوفر إلا على سيترن واحدة أو ديك ما يسمى القارورة الكبيرة اللي 10,000 متر كوب، والآن ومع كوفيد وفي سنة 2020 تم تزويده بجوج ديال لي سيترن أخرين يعني 30,000 متر كوب، وهذا هو اللي خلانا أننا متحكمين في الوضع ولا نعيشه شح ديال هاد المادة الحيوية، وهذا راجع بطبيعة الحال للخطوات الاستباقية اللي تكلمت عليها، لأن التوفر على ثلاثة القرائي لا أظن بأن مستشفى في المغرب يتوفر على ثلاثة ليزيتر، أنه تقريبا الوحيد، كما أنه سوف وادي للإجارة وغيكون سبق عندكم ثم أنه سوف يتم تزويده كذلك بمولد للأكسجين، يعني احنا اللي غادي نبدأ إن شاء الله ننتجوا هذا الأكسجين هذا وهذه المادة الحيوية على مستشفى الحسن الثاني في الأيام القادمة إن شاء الله على غرار ما قمنا به في مدينة تيزنيت ومدينة طنطان ومدينة طاطا. كما جاء الرد ديالنا راه كان طبيعة الحال رد رسمي رغم عدم توصلنا بالشكايات وتوصلنا بها على غراركم في الفيسبوك.